صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردان وعلى نورسات تلفزيون تيلي لومير. بنصبح عليكم أنا والأب جورج شرايحة في هذا النهار المبارك. بنتمنى لكم نهار سعيد وأسبوع مبارك يا رب، وشهر مبارك، شهر عبادة قلب يسوع الأقدس اللي هلا رح نحكي عنه في هذه الحلقة، ونحكي عن هذه العبادة، هذه الصلاة، هاي الشعار والقداديس اللي تقام في هذا العيد. انتم مثل ما بتعرفوا كل بداية شهر بيكون يوم جمعة تحتفل الكنائس الكاثوليكية بعيد قلب يسوع الأقدس وبعملوا صلاة. فمن وين اجت هاي العبادة؟ من وين تاريخها؟ مين اللي بلش فيها؟ مين اللي طبعا احنا كل عبادة وكل هاي بتبلش في نقرأ بنقرها السيد المسيح أو مريم العذراء لأحد القديسين والقديسات أو من الرهبانيات أو من الكهنة، فبنكشوا مخهم علينا وفي إحدى العبادات. فنحن جبناها هيك بطريقة يعني مرحة، بس لكن هي تحتوي على مفاهيم عميقة إيمانية فعلا وحقا نحتاج إليها، خاصة في حياتنا المعاصرة، حياتنا الحاضرة اللي بنسمع فيها هالمآسي وهالمشاكل، من حروب، من قتل، من انتحار، من انفجارات. مؤخرا امبارح الانفجار اللي سمعناه في مدينة العقبة، عروس الجنوب، انا سميتها عروس الجنوب لانه هو الميناء الوحيد عندنا في العقبة اللي فيه بحر، طبعا غير بعيد عن بحر الميت، يعني بنعتبر انه بحر وردة، بس هو الجنوب اللي فيه المطل على البحر الاحمر يدعى خليج العقبة وهو جنوب الأردن. يعني بدك تروح بالسيارة من عمان للعقبة، اللي ما بيعرف مدينة العقبة أو ما زارها ومن اللي بيحضرها من الدول الأخرى، يعني بدك بالسيارة على الأقل 4 ساعات تتوصل مدينة العقبة، وبالطيارة تقريبا نص ساعة. طبعا في صار انفجار كبير أدى إلى حدوث وفيات ومئات الجرحى من تسرب انفجار إحدى الحاويات الغاز الكلورين، وامتد الغاز حرق الأشخاص القريبين من الانفجار في أحد الموانئ. فاليوم كان هنا العدد زاد من الوفيات تقريبا، كان امبارح العشرة، نعم اليوم 13 صار، نعم زاد الوفيات وزاد عدد الإصابات ل 250 شخص ما يقارب، وقابل للنقصان عم بيحكوا مش للزيادة، الحمد لله يعني انه سيطروا. من عمان ودوا لهم طائرات انقاذ، نعم، وفي المستشفى الميداني بالعقبة، والحمد لله يعني نشكر الله، لا يقارن بالبور ببيروت الانفجار، نعم يعني الحمد لله هنا الانفجار بالبور تبعنا اخف اذى، اخف هو سقوط الحاوية، نعم هي سقطت فانفجرت، السقوط وتسرب الغاز منها، نعم. ربنا ينجينا، حوادث بتصير، أحداث بتصير، أخطاء بشرية ممكن تكون السبب، إهمال، بغض النظر عن السبب إحنا دائما منصلي لهالضحايا اللي تأثروا في هذا الحادث. ربنا يرحم اللي توفوا ويصبر أهاليهم لأنه أكيد شيء مش متوقع، ويشفي المصابين اللي على أسرة الشفاء. نطلب يا رب الصلاة، ومنكرس اليوم الصلاة من قلب يسوع الأقدس لإلهم، تربنا يشافيهم ويعافيهم ويرجعهم لعائلاتهم بالسلامة. فسمعنا كمان أنه إصابات كورونا عم بتزيد، يعني حتى كمان عنا بالأردن ومن المناطق اللي حوالينا، فديروا بالكم لسه الحظر واجب بالنسبة لموضوع كورونا، الابتعاد عن المجمعات والتجمعات الكبيرة أو وضع الكمامة، والمصاب اللي بيكون مصاب الأيامات هاي عم بينصابوا وما بيعرفوا إنهم مصابين لأنه بطلوا يفحصوا، بس إنه المصابين حتى لو إنه عارف حاله رشع خفيف أو فلوز أو انه يحطوا الكمام ويحافظوا على الاخرين، لانه في كبار بالعمر بتاثروا كتير يعني حتى برشحه خفيفه، نعم. فربنا ينجينا يا ربي ويحافظ علينا ويحافظ على اولادنا، يحافظ على كل عائلاتنا، اطفالنا وين ما كانوا الموجودين هلا، اللي خلصوا مدارس هلا ايضا كمان ألف مبروك نجاحاتهم وترفعاتهم على الصفوف العليا، وايضا فيهن التوجيهي كمان
عم بتحضروا للامتحانات، وربنا ينجح الجميع، ما يضيع لهم تعب، يحقق لهم أمانيهم وأحلامهم، ويحقق لأهليهم نجاحاتهم كمان وفرحتهم فيهم. فأبونا قبل بداية الحلقة والاتصال مع الأب فرح حجازين للحديث عن عبادة قلب يسوع الأقدس، نطلب منك الصلاة وننطلق بسلام. نعم، بننوه لأعزائنا المشاهدين أيضا أنه صفحة نور سات جوردن وضعت الصلاة لأجل الحادث، يعني نعم. أجل نعم. المصابين نعم. نعم. وأيضا إحنا بنصلي لهم الآن. نعم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك، نقي أفكارنا، طهر نياتنا، اجعلنا مستحقين تناول أسرارك الإلهية المحية المقدسة، لكي نكون معك في المجد الأبدي ونملك منزلا من منازل أبيك السماوي، آمين. آمين يا رب العالمين. صلاة مستجابة للجميع يا رب. طبعا نشكر كل الأشخاص الموجودين على صفحتنا اللي بيتابعونا على الفيسبوك وعلى تلفزيون نورسات، كمان مصبح عليكم وين ما كنتم، ومنقول لنهيل الصفدي صباحك نور يا ست نهيل، وأحلام شرايحة تيودور الدير وأمل السلمان وماجد البير ومنى غاوي وسميرة حنو وناتاليند انجوجيان، سوري على الاسم مش عارفة اقراه، فيا ناتاليند. ماجد البير بتقول بالقلب يسوع، يا قلب يسوع الأقدس كن خلاصنا وأرسل روحك تمنحنا السلام وتحمي العالم، آمين يا ماجدة. مير جورج عواد جمعة، يسعد صباحكم وصباح ضيفكم. أمل السلمان، يا قلب يسوع يا رجاء البائسين اجعل قلبك مثل قلبنا مثل قلبك، صباحكم نور يا أمل. أم عادل النمري، صباحك نور دكتورة باسم، الحمد لله على السلامة وصباح الخير لأبونا جورج، الله يحمي بلدنا ويرحم جميع الموتى ويشفي المصابين باسم يسوع يا رب، آمين. آمين. وغرام بقاعين وأم عادل النمري، أمل حبايبة، درس الأسمر، المخامرة وفريال، هي حشمة عند مها إيبف، وأمل حبايبة، الرب يحمي الجميع يا رب، يحمي الجميع. و ناجو عبوط وجيكوب مدانات وائل الزرور وريان جوينات، رجا ناصر وبشارة مسلم، صباح الخير يا بشارة من الأراضي المقدسة، بتمنى لكم كل الخير يا رب في هذه الشهر المبارك المكرس لعبادة قلب يسوع الأقدس. درس الأسمر المخامرة وبشارة مسلم، مها إيبف وأمل حبايبة، دوريس يسعد صباحكم، عم بردوا علي اللي صبعت عليهم، صباحكم نور وأنا شاكرة ومحبتكم وتواصلكم معنا. وميمي بوشة وسلمى الدبور وباسم بدر وسوزان بواب ومناهي إبراهيم قاقيش وسوزان بواب، تصبح علينا وعليك يا أبونا. نبيلة تامر العبد الله وصليبة أمسيح، أنا بحب من فترة إيمان حجازين، بحب أشكر جميع اللي بتواصلوا معنا، اللي بيتابعونا على صفحتنا، اللي بيكتبوا أسئلتهم، اللي بيكتبوا صلوات لإلهم، وقدر المستطاع نحن منحاول أنه نذكر هذه الصلوات وأمنياتهم حتى سلاماتهم وصباحاتكم كمان، كل ما بتكونوا كتار نحن منكون مبسوطين في هذه المتابعة. وأيضا كمان ما بننسى على التلفزيون اللي بيحضرونا كمان، يا أم فادي حتر، يا كمان أم ريمون حتر أم روفايل، من صبحكم من صبح عليكم، وأكيد أيضا عائلة أبونا شرايحة كمان بتتابع على التلفزيون، وأيضا الدكتور جلال فخوري من وجه له تحية بتابع على التلفزيون، وأيضا بأبونا الصديق، ومن كل الأشخاص اللي بيتابعونا كمان على التلفزيون، صبح عليكم
والأباء الكهنة اللي بيتابعونا والراهبات كمان أيضا من راهبات الوردية بكونوا مبسوطين كتير، بيجتمعوا كل 3 الصباح باكر بعد الفطور وبقعدوا على التلفزيون يحضروا نور سات على برنامج صباحكم نور. طبعا أنا في هذا البرنامج عادة بذكر الأحداث اللي صارت خلال الأسبوع لأسبوع نور سات. طبعا احنا صلواتنا لكل الاشخاص المصابين، نعيد ومنرجع منكرر اللي يصابوا بحادث التسرب الغاز اللي بالعقبة. وايضا كانت في هناك مآسي تنتين، واحدة طعنات لواحد الزوج لزوجته، والتاني كمان طخه للاطلاق النار اللي صار في وفاة الطالب الجامعية. ربنا يرحمها ويصبر اهلها و ينال عقابه وجزاءه القاتل. احنا منعيش بعالم شوي فيه مآسي وصراع، والإنسان لما بيطلع لهذه المآسي وهالصراعات وهالانفجارات أو مآسي طبيعية أو حروب أو بيطلع الإنسان للسماء ويقول وينك يا رب؟ أين أنت يا رب من كل اللي عم بيصير بهذا العالم؟ وينك يا رب من هالشر اللي عم بيمشي بيناتنا وحوالينا وعم بيعيثوا فسادا على هاي الأرض اللي خلقتها، الأرض الجميلة وحياتنا الهانئة الوادعة اللي نحنا بإيماننا فيك إنه نترجى ومننتظر هذه الحياة الجميلة بوجودك وبحضورك وبقلبك الحنون اللي بحن علينا. وين حنيتك يا رب؟ وين رحمتك يا رب علينا؟ نعم هاي تساؤلات الناس المؤمنة اللي بتآمن وعندها رجاء وعندها كمان الثقة بقلب يسوع الأقدس، الثقة بربنا إنه ربنا بيجيب العزاء لإلنا ودائما بكل محنة عزاءنا الكبير فيه لما بنتمسك فيه. الشر والحوادث والمصائب مش بعيدة عن حياتنا، نحن احنا مترافقين مع هالحياة. نعم. حياتنا فيها الصالح والغير صالح. صح دكتور، لازم نعمل حلقة خاصة لهذا الموضوع يعني، لانه عن جد تساؤلات الناس، لانه بس احنا دائما جوابنا بشكل بسيط للموضوع هذا انه احنا مسافرين، احنا مش مقيمين، احنا مش ضالين على هذه الارض على طول. بس يا ابونا اللي بيسافر على مكان حلو دائما، اكيد على الابدية. طبعا اكيد الحياة الابدية ايماننا كمسيحيين احنا انه اكيد احلى من احلى شمت هوا عند يسوع. نعم. يعني مزبط. عند ابي منازل كثيرة. فإحنا حياتنا هنا النقص بالطبيعة لأنه في شر عم بنشوفه، الشر اللي موجود من الكون، حتى الإنسان ما له دخل فيه، زي الزلازل زي البراكين زي أي شغل ما بيكون إلها الإنسان هو. وفي إشي لا، الحروب اللي عم بتصير اليوم الإنسان سببها، والطمع والمصالح والأشياء هاي كلياتها بتسبب إن نقتل بعض، إن يعني يتحول الإنسان إلى وحش مشان يؤخذ اللقمة من ثم أخيه، فبتتحول الحروب والويلات والدمار. ففي جزء من الشر هو من الطبيعة، في جزء مسؤولية الإنسان بتحملها ورح يتحاسب عليها يوما ما. لذلك احنا ما بنقدر نسقطها كلها على ربنا، يعني بيكون نعم. ظلم منا اذا بدنا نحكي أكيد. وينك بس يا ربنا بس بالمآسي. اما طريقة حضرتك انها دعاء وصلاة، يعني نعم. انه يعني حضرتك من الطريقة يعني تدمع العين للكلام اللي حضرتك حكيتي، يعني فعلا لانها اليوم بتألم الانسان والدمعه بتنزل مش بكيفه لما بيشوف هذه الشغلات اللي بتصير. لذلك يعني دعائك اليوم كل مؤمن لازم يرفعه، وينك يا رب في حياتنا، بدنا اياك نشوفك اكثر لانك انت اصلا موجود. من هلا كمان شوي راح نحكي عن مارغريت ماري، الظهورات اللي كان قلب يسوع الأقدس، تشوف هاي الأيقونة اللي دائما بنشوفها فيها الدم وال... نعم. اللي هي مصدر القلب النابض ليسوع يعني... المسيح اللي بنزف دم بنزف دم على اللي بيشوفه، الابتعاد الناس عن ربنا ابتعاد الناس عن يسوع المسيح والإيمان بالزبط. فيه. وفي فكرة إنه هي من وين الاحتفال كله، من وين الفكرة؟ من إنجيل يوحنا، في إنجيل يوحنا 19 نعم. 33 هذا المشهد
اللي لما اجى الجندي الروماني بالحربة طعن جنب يسوع وللوقت نزل ماء ودم، والذي شهد عاينا هو الذي يعني يوحنا نفسه اللي كاتب انجيل يوحنا كان موجود على الحدث وشاهده. فاحنا ليش بنقول مثلا ليش بيحتفلوا جزأوا يسوع، ليش بيعملوا قلب يسوع، ليش مش رأس يسوع؟ الرأس كمان اهم الجزء، لانه معروف في الادبيات بكل الشعوب والحضارات التي قامت من زمن المسيح لليوم العاطفه في القلب بيربطوها، مع انه بيولوجيا دكتور القلب بيقول لك هي ما لهاش علاقه بحجم قلبك ولا بنوع، يعني من هون صاروا يتساءلوا لما ينقلوا القلب عمليات نقل القلب اذا يعني هذا كان يحب كثير وعاطفي وشاعر، لما ننقل هذا القلب بتغير؟ اكيد اتوقع ما بتغير شيء بيولوجيا يعني، ولكن هي امور ادبيه خلينا نقول اكثر من انها بيولوجيه. الاحتفال بقلب يسوع الاقدس لما لرمزيه الحب الذي قدمه يسوع وسال دمه وفاض ماء ودما، وهذا المشهد اللي يعني ما في مسيحي ما بيقدر يركع قدامه ويقدم التعبد. احنا بنقول بنميز دائما كلمة التعبد وليس العبادة بمعنى العبادة للأشخاص القديسين لمريم العذراء، احنا بنقول تعبد، وفي فرق كبير بين الكلمتين لغويا، فالناس بفكروا انت بتعبدوا القديسين بتعبدوا العذراء بتعبدوا، صرتوا تقولوا عين يسوع وقلب يسوع ورأس يسوع، لا احنا وجرحات يسوع وجرحات يسوع، فاحنا بنحكي ايش البعد العاطفي، بدون هذا البعد الإيماني لا نستطيع ان نفهم، ونصير نتمسخر ونصير نحكي شو هالأعياد اللي بتطلعونا اياها وشو منها، لا بنفوت الى العمق. نعم أبونا، نحن زي ما أنت تفضلت لما إحنا منقول وينك يا يسوع، وينك يا رب من حياتنا، إحنا هو موجود زي ما أنت تفضلت، لكن إحنا منترجى المزيد من لأنه قلبنا كمان، إحنا قلبنا أو مشاعرنا مش عم تتحمل هذه اللي عم نسمعه، ما عم بتحمل المآسي، ما عم نتحمل القتل، ما عم نتحمل الموت والدمار الحروب اللي عم بتصير، فقلبنا الصغير مش عم بيتحمل، فربنا عم بيعطينا قلبه عشان انه نقدر نتحمل اللي عم بيصير حوالينا. الشيطان موجود، فأهم اشي كل انسان يبعد الشيطان عن حياته وعن عيلته، يحاول قدر المستطاع المزيد من الإيمان والثقة بربنا، المزيد برحمة ربنا، أمين. المزيد من الصلاة والتعبد لربنا والعبادة ربنا يعني، أو التعبد للرموز اللي عم تتفرضها علينا الكنيسة، هو للمزيد من المساعدة إنه نلاقي شيء نصلي من أجله. فعبادة قلب يسوع الأقدس الكل بيعرفها، خاصة من الكنائس الكاثوليكية، من الكنائس الأرثوذكسية بعتقد مش موجود هذا العيد، هو بداية أول شهر، عشان هيك في بداية أول شهر يوم جمعة من كل شهر في المناولة للمرضى الموجودين بالبيوت، بيجي الكاهن بيزورهم مرة بالشهر، وبيكون على أول جمعة من الشهر بيزورهم وبيصلوا وبيعطوا المناولة لإلهم، فلأنه في حسنات كثيرة وعدها يسوع المسيح للقديسة مارغريت لكوك، في أكثر من قديسين مارغريت لكوك هي اللي ظهرها المسيح، وبناء عليها هي من راهبة من رهبات دير الزيارة مارغريت، القديسة مارغريت، وصار انتشرت هذه العبادة بالقرن السابع عشر أعتقد، يعني هي بلش بالقرن الحادي عشر، ما تعممت بالقرن السادس السابع عشر تقريبا، يعني 1600 وإشي بالثلاثينات هيك أقرها. نعم صحيح. طبعا في هلا من النشاطات الموجودة على صفحتنا نورسات، في عنا تنقلات للكهنة البطركية اللاتين في الأردن وفلسطين، حسيتها جزئية دكتورة صح؟ يعني مش كثير التنقلات، يعني في بعض التنقلات صارت في رعية إربد مثلا، الأب فراس عريضة وجبل حسين الأب إبراهيم نفاع، وبالمصدر الأب سليمان حسان، والصويفية الأب حنا كلداني، والزبابدة الأب بطرس عجازين، وإيلات الأب سليمان حفاوي، في كهنة مساعدين كمان بصوفية ومادبة وجبيها والزرقاء الشمالي وبتلاع العلي، وأيضا تنقلات للكهنة اللي انتقلوا من رعاية، مثلا عندنا أبونا أنطون هرمات مسؤول عن الجماعة الناطقة بالعربية اللاتينية في قبرص، لأنك أنتم بتعرفوا أنه في الكنيسة اللاتين في إلها أبرشية في قبرص، نعم أو بيت مار أنطون الأب عصام الزعمط،
وهو متقاعد تقاعد. بنتمنى له الصحة وطولة العمر، ورسالة موفقة في إدارة بيت مار أنطون البدواني اللي هو الموجود في خلف كنيسة أصويفية اللاتين اللي أقامه الأب أنطون إهريمات مع الرعية. كليريكية أم الفادي الأب جوفاني فالوروني. روما أبونا مروان حسان بالدراسات في القانون، نتمنى له كل النجاح والتوفيق. آمين. وأيضا هناك مدير مكتب التنمية البشرية المتكامل في الأردن الأب ماريو كورنيولي، وإبراهيم الأب إبراهيم نينو مدير مكتب الإعلام في البطريركية في القدس، وسيدنا المطران جمال دعيبس مدير عام مؤقت لمدارس البطركية اللاتينية في الأردن. نتمنى للجميع خدمة موفقة، وربنا يطرح البركة في رسالتهم، يستمرون لنشر كلمة ربنا ورعاية النفوس، نفوس المؤمنين في الكنائس. بالنسبة لنشاطات أخرى أبونا إيش في عندنا كمان؟ مش بس أيضاً نشاطات وأخبار، عندنا قداسة البابا. الخبر هذا اللي أنتوا حاطينه الأوساط الصحفية تتوقع استقالة البابا فرانسيس وقداسته يرد. شو رد قداسة البابا؟ إنه ما زال حاس في وقت لخدمة الكنيسة يعني، وهي يعني إشاعات. نعم. إنه لا زال عنده عطاء وقوة. نعم. في العطاء، فهو مستمر بالعمل. نعم، لكن بسبب مرضه طبعا أنتوا بتشوفوا مؤخرا على الويل تشير، كان على الكرسي المتحرك، فتوقعوا الصحفيين والأساقفة أنه ممكن يعلن استقالته لأنه مش عم بيقدر يسافر، واعتذر عن رحلاته الرسولية وسفراته زيارة المدن، لكن بعتقد أنه هو لسه عنده طاقة وقوة أنه يمارس حياته، وربنا يعطيه الصحة والقوة يا ربي ويستمر، لأنه قداسة البابا إنسان يعني عمل تغيير في الكنيسة. آمين. محبوب يعني نمجد ربنا. صح. أمين. طبعا البطريرك بيير باتيستا يهني المؤمنين بعيد القديس أنطون البدواني، وأيضا هناك عبادة لقلب يسوع الأقدس، كان في احتفال جدا جميل بعثته مندوبتنا بالأراضي المقدسة مارلين الحدوة عن هذا الاحتفال في القدس، ترأسوا سيادة المطران ويليام الشوملي، فتحطوا لنا شباب شوية رشز من الاحتفال قبل ولا بعد اتصال هلا. أبونا الآن هلا. الآن تفضل. المهم ما نطولش على أبونا فرح. نعم طبعا الاحتفال كان جدا جميل، حاطين في صور جميلة من القدس لدورة حمل الكأس القربان المقدس ودورته في الأراضي المقدسة. كان احتفال رائع، الكشاف، العزف بشوارع القدس، فكان كتير كتير مؤثر هذا الاحتفال. هي عادة دكتورة كنيسة السلزيان هي بتتبنى عادة الاحتفال بهذه. نعم. العيد ببيت. نعم. لحم. نعم. ببيت لحم. فعم بتصير أبونا نشاطات في الأراضي المقدسة برغم كل اللي عم نسمع من هالمآسي والمشاكل، لكن الكنيسة تقوم في واجبها دائما في خدمة الرعاية والنفوس. فأنا كتير بنبسط لما بشوف مسيحيين في الأراضي المقدسة لا زالوا بيحتفلوا موجودين، هالشباب وهالصبايا وهيك. نعم. لأنه كتير دائما بتعرف أو نسمع أنه الهجرة زادت. نعم. بلش الأراضي المقدسة تكون خالية من المسيحيين الموجودين هناك، فكتير بنبسط من العدد الكبير من الكهنة اللي بيشاركوا هاي الاحتفالات، يعني لما بكونوا موجودين، لأنه هاي نعمة كبيرة أنه أنت في أرض السيد المسيح اللي عاش عليها، وكل مكان وكل حجر يشهد على حياة ومسيرة السيد المسيح. أنت لما بتمشي بمكان وتقول هون سيدنا المسيح كان يمشي، هون كان يقعد، هون كان يعلم، هون كان يأكل، هون كان يصلي، فكثير رائع أنك أنت عم بتزور نفس الأماكن، بتكون قاعد بنفس الأماكن اللي قعد فيها السيد المسيح قبل 2000 عام. فالله يبارك. نعم. الجميع، وشكرا. نعم. لمندوبتنا مارلين الحدوة.
نعم دكتور، بحب أنوه للي أثني على كلامك حضرتك. سيدنا البطرك بيير باتيستا باتيسبلا يعني امبارح يمكن رجع 5 أيام قعد في غزة. نعم. بنصح السادة المشاهدين يفوتوا على الويب سايت نورسات يشوف التقرير اللي احنا حاطينه عن زيارته لغزة. نعم. وهي البطركية نشرته يعني، بس احنا اختصرنا الجزء. نعم. منه انه كيف في بمنطقة بغزة خان يونس عائلة مسيحية واحدة في المدينة. نعم. بقي عائلة مسيحية واحدة والبطرك زارهم على البيت وقعد معهم وكانت جلسة أبوية وجميلة جدا. نعم. و ثبت الوجود المسيحي ودعمتهم الكنيسة وخصوصا جمعية الكاريتاس اللي عندهم بغزة عم كمان بالتقرير ما حكي. نعم عم بيساعدوا ووصلت يعني إلى 700,000 شخص يقدروا انهم يوصلوا لهم، فعمل عظيم جدا بتقوم فيه الكنيسة هناك. ف يعني إضافة لحضرتك حكيتي انه كيف هم عم بيعبروا عن إيمانهم. نعم. بالضفة الغربية وأيضا بقطاع غزة اللي محاصر اللي يعني. نعم. كل السنوات. نعم. الماضية. نعم. الحروب. نعم. دمرت البنية التحتية، المياه والكهرباء. نعم. يعني يعيش الشعب في غزة معاناة حقيقية لسه أكثر من اللي بالضفة يعني. نعم. كمان لأنها. نعم. محاصرة لسه الضفة مفتوحة علينا يعني الأردن. نعم. وخصوصا جلالة سيدنا الملك الله يحفظه دائما بدعم. نعم. القدس والضفة. نعم. يعني بس غزة شوية. نعم. الأمور يعني. والمستشفى أنا جلالة سيدنا ودى لغزة المستشفى الميداني. نعم. للبطرك كمان حطينا بنورسات إنه غبطة البطرياك زاروا المستشفى الأردني كمان بغزة. نعم 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 أكيد أبونا، يعني هذه النشاطات والممارسات الإنسانية نحن مش بعيدين عنهم، لكن أنت بتعرف يعني هلأ أنت بتقول إنه عائلة واحدة في خان يونس مسيحية. نعم. فأنا بحكي إنه الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة عم بيقل من فترة لفترة للأسف. فضروري تدخل المؤسسات والمؤسسات الإنسانية والرعائية إنها تساعد. طبعا. على تثبيت هذا الوجود من خلال دعم المشاريع الاقتصادية الإنتاجية، الشباب الموجود هناك يدعموهم إنهم يظلوا قاعدين حتى لو إنه بيضطروا يصرفوا عليهم أو يعطوهم المساعدات، لأنه وجودهم مهم لتثبيت الوجود المسيحي. فطبعا إحنا بدناش نتأخر على أبونا فرح. صباحك نور أبونا. صباح الأنوار. كيف حالك؟ إحنا تركنا الموضوع ليلك تحكي فيه عبادة. نعم. قلب يسوع. نعم. الأقدس. مرة هاي أنا اللي تأخرت عليكم. كيف أبونا ما سمعنا؟ أقول مرة هاي أنا اللي تأخرت عليكم. أنت اللي تأخرت علينا. نعم نعم نعم. علمتنا الصبر. علمتنا الصبر. الله يسعدهم. خلينا إياك أبونا. تعلوا الصوت شوي شباب. تفضل أبونا. تفضل أبونا. نتكلم إذن اليوم عن عيد قلب يسوع. عيد قلب يسوع هو عيد الحب القائم بين الله والإنسان، اللذين اتحدا في قلب يسوع الإله والإنسان معا. سنرى أولا حب يسوع لنا وثانيا حبنا ليسوع. أولا حب يسوع لنا في العهد القديم وفي العهد الجديد. في العهد القديم لقد تجلت محبة الله للإنسان منذ القدم حتى قبل أن يتجسد المسيح. إن أجمل ما قيل عن محبة الله لنا ما جاء في المزمور 102: بارك يا نفسي الرب ويجميع ما في داخل اسمه القدوس، هو الذي يغفر جميع أثامك ويشفي جميع أمراضك، يفتدي من الفساد حياتك ويكللك بالرحمة والرأفة، يشبع مشيئتك خيرا فتجدد كالنسر الصبار. الرب رؤوف رحيم طويل الأنا وكثير الرحمة، بمقدار ارتفاع السماء عن الأرض عظمت رحمته على الذين يتقونه، كرافة أب رأف الرب بالذين يتقونه، لأنه عارب جبلتنا وذاكر أن التراب. بارك يا نفسي الرب. كذلك نقرأ في سفر أشعياء عن محبة الله لنا. قال الصهيون: قد خذلني الرب ونسيني السيد، أتنسى المرأة مرضعها فلا ترحم ابن بطنها؟ ولكن ولو أن هؤلاء نسينا لا أنساك أنا، ها أنا ذا على كفي قسمتك. أما في نبوة هوشع فنقرأ: كنت أقودهم بأوثقة البشر وربط الحب، وكنت لهم كمن يرفع مرضعا إلى وجنتين. وأما في العهد الجديد فقد تجلت محبة الله لنا في المسيح، كما يقول القديس يوحنا في رسالته الأولى: الله لم يشاهدوا أحد قط،
لكنه محبته ظهرت فيما بيننا كما لما أرسل ابنه الوحيد للعالم لنحيا به. لا أن نحن أحببنا الله، بل هو نفسه أحبنا وأرسل ابنه كفارة عن خطايانا، كما ويجيب المسيح بقوله: ليس لأحد حب أعظم من أن يبذل الحياة عن أصدقائه، وها هو يبذل نفسه من أجلنا بقوله وفعله: هذا هو جسدي الذي يبذل لأجلكم، هذا هو دمي الذي يراق لمغفرة الخطايا، ليكون بذلك قدوة لكل بار متألم. لو لم تصلب لكان يجب أن تصلب، وإلا فكيف لنا أن نفهم ألام الأبرياء؟ لو لم تبكي لكان يجب أن تبكي يا يسوع، وإلا فكيف لنا أن نفهم دموع الأبرياء؟ لو لم يسفك دمك لكان يجب أن يراق هذا الدم، وإلا فكيف لنا أن نفهم لماذا تهرق دماء الأبرياء؟ لو لم تصلب بين لصين لكان يجب أن يجدوا إثمه سبب لصلبه، وإلا فكيف لنا أن نفهم حياة البار الأليمة بين الخطأ في هذه الدنيا؟ والآن هلموا إلى جبل الجلجلة لنتأمل يسوع معلقا على خشبة الصليب ينازع بين لصين، جسمه مثقل بالجراح، رأسه مكلل بالشوك، يداه ورجلان مثقوبتان بالمسامير، جنبه مطعون بالحربة. تأملوه فاتحا يديه ينادي: أنا عطشان، إلى حب كل واحد منا، فما هو الحل؟ الجواب في القصة التالية: قالت الأم لابنها: لو تعلم كم يسوع يحبك. فأسرع الولد إلى الكنيسة وسأل يسوع: أتحبني؟ نعم أحبك، كم تحبني؟ تردد يسوع، ثم سأل الطفل بدوره: وأنت هل تحب الماما؟ نعم أحبها، وكم تحبها؟ ففتح الولد ذراعيه على مداهما وأجاب: هل قد؟ فسأل يسوع من جديد: أتحبني؟ نعم أحبك، كم تحبني؟ ففتح يسوع ذراعيه على مداهما وقال: هل قد؟ فأسرع الناس وسمر يدي يسوع ليبقى على حبه لهم مهما فعل. ثانيا، حبنا ليسوع، إن محبة الله أكيدة لنا، لكن هل محبتنا أكيدة له؟ إن محبة المسيح تمر بالمسيح المتجسد في كل إنسان. لهذا السبب يقول يوحنا الحبيب: إن نحن أحببنا بعضنا بعضا أقام الله فينا وكانت محبته كاملة فينا. إن جحود الإنسان للحب لله هو أكثر ما يؤلم المسيح. أن يعطي الإنسان أمر جيد، لكن أن لا يجد من يقول له شكرا شيء مؤلم. أن يخدم الإنسان أمر صعب، لكن أن لا يجد من يقدر الخدمة شيء أصعب. أن يتألم الإنسان من أجل أحبائه شيء أليم، لكن أن لا يجد من يقدر له هذا الألم شيء يضاعف الألم. أن يضحي الإنسان بحياته من أجل أحبائه شيء بطولي، لكن أن لا يجد من يثمن هذه التضحية فهذا ألم فوق كل ألم. فلا نزيدن ألم المسيح ألما بلا مبالاة وبذكران الجميل، بل نجيب على محبة هذا القلب الأقدس بمحبة أخرى سخية تظهر بالوفاء بالإيمان والعمل بالإنجيل والتزود بالأسرار المقدسة. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. سم يا أبونا، ربنا يطول بعمرك يا رب. يعني عن جد مقاربة جميلة جدا أبونا بثلاث أقسامها، يعني أنا تابع بكل إصغاء، بتمنى لو حضرتك كاتبهم يكونوا موجودين على صفحة الفيسبوك، يعني كثير بتعمل فائدة. يعني هذا شعر أبونا، الله يخليك، عن جد في عاطفة قوية. على الفيسبوك أشكرك يا أبونا، بقول لك على الفيسبوك ربنا يبارككم وكمل رسالتكم لعمل الخير. تسلم يا أبونا، صباحك نور. أهلا فيك وأهلا، صباحكم نور عليكم. الله يخليك. بعتذر على التليفون، لكن في ناس عم تحاول تتصل مع الشباب على الكنترول روم بس مش عم بيردوا، فبحكوا موبايل. صعب كتير إني أستلم تليفونات على الاستوديو، هون مش مشبوك على موبايلي، فإذا في مجال الاتصال بالاستوديو شباب، الأرقام التليفون موجودة طبعا على صفحتنا على الفيسبوك.
يعني دكتور لو أنا كنت أو سمعت في مجمع العقيدة والإيمان لما في هذيك الفترة، طبعا أنت بتحكي عن ما كناش مخلوقين بزمن البعيد اللي نحطت فيه عيد قلب يسوع الأقدس، أم بسمي عيد الحب الإلهي بين قوسين يعني بين مزدوجين، عيد الحب الإلهي، يعني هاي الطاقة العظيمة من الحب الإلهي اللي جسدها يسوع، يعني أكثر من هيك شهادة يعني ما في. هاي شهادة الدم هي أعظم أنواع الشهادة، يعني كل منا يثابر بعمله بعائلته بمهنيته بشغله برسالته بهالحياة، بيقدم وبيضحي. نعم. ولكن دائما تقول الكنيسة أن شهادة الدم هي أسمى أنواع الشهادة، اللي قدم يسوع على الصليب هذا المعنى اللي أعطانا فيض الحب. يعني لو بقي يسوع يقول إني أحبكم إني أحبكم وانتهى، مات يسوع زي أي إنسان ثاني. نعم. وانتهت حياة. بيحكي القديس بولس لو لم يقم يسوع المسيح من بين الأموات لكان إيماننا باطل. نعم. شوف الكلمة قاسية، يعني كلمة قوية جدا لما بنحكي إنه كان إيماننا باطل. صباح الخير دكتور جلال. صباح الخير. وصباح الخير أبونا جورج. صباحك نور. الله يسعد صباحك. منعتذر على كان في خط مشغول مع أبونا فرح حجازي، ممكن بتحاول اتصال من أول البرنامج وأنا بتلفن وما حد. لا بسيطة يا دكتور. على كل حال تفضل دكتور. أقول الكلمة. نعم. عندما نتناول دم المسيح وجسده نحن شركاء في دم المسيح. نعم نعم. وشركاء في آلامه، ولذلك عندما نقول يا رب اشركنا بآلامك واشركنا بدمك، هذا يعني أنه تلقائيا نتوجه إلى قلب يسوع، لأنه من يوم ما خلقت الدنيا لليوم لم يتوجه إلى رأس يسوع الكلام، كان دائما يتوجه إلى قلب يسوع. ولذلك سيد المسيح قال جئت إلى منكسري القلوب، جئت لمنكسري القلوب، ومنكسري القلوب بحاجة إلى عطف. وعادة عندما تقول إنه نعطف إحنا على الإنسان أي أننا نخاطب قلبه، لأن قلبه هو مصدر كل حنان وكل عطف. ولذلك الحقيقة عبادة قلب يسوع تلقائيا تصبح همنا الوحيد هو عبادة قلب يسوع، وليس عبادة الصليب، وليس عبادة ما يقوله سيد المسيح. عندما نتوجه إلى قلب يسوع نحن مؤمنين تلقائيا. هذا الحقيقة حبيت أنا أوضح هذه الكلمة من صلب الدين المسيحي. فيما يتعلق بالفلسفة، فلسفة هذه الكلمة، عندما نقول نحن شركاء في دم المسيح أي أننا أصبحنا كالمسيح، ولذلك نقول اجعل قلوبنا مثل قلبك، أي أننا اجعلنا على طريقتك ومثالك أنت السيد المسيح، اجعلنا آلهة مثلك. أعتقد أنه واضح من الشيخ. واضح واضح. نعم واضح دكتور. شكرا لك دكتور. شكرا. يعني لما بنطلب اجعل قلبنا مثل قلبك، يعني واحنا شركاء في دم المسيح، فنبع الدم والنبض طبعا. كونوا قديسين، كونوا كاملين. كاملين شو يعني؟ الكمال لله. احنا بنحكي يعني كونوا زي الله. زي الله فعلا فعلا. طبعا احنا بس هيك نرجع نحكي عن هاي العبادة، طبعا في إلها أصول، يعني هي بلشت الكنيسة مش من البداية أن تفكر بهذا الموضوع، لكن في بعض الرسائل بيحاولوا زي ما حكيت بينكشوا علينا يسوع المسيح بينكش علينا عن طريق ناس أشخاص ممكن يكونوا رهبان راهبات علمانيين، لكن في بعض الحقائق على هذا الموضوع بحب أنه أرجع أذكره. ممكن أبونا فرح ذكر بعض الأشياء، لكن بالمختصر استغرقت عبادة قلب يسوع الأقدس قرونا لتصبح احتفالا عالميا. طبعا تعود عبادة قلب يسوع الأقدس إلى القرن الحادي عشر. حصلت القديسة مارغريت ماري ألاكوك رؤى عديدة ليسوع وكلمها عن قلبه الأقدس بين عامي 1673 و 1675، ومع ذلك لم يتم الاحتفال رسميا بعيد قلب يسوع.
الأقدس في فرنسا، طبعا هي فرنسية مارغريت، إلا بعد مرور 90 عام، أي في عام 1765. في عام 1856 جعل البابا بيوس التاسع عيد القلب الأقدس بمثابة احتفال عام في الكنيسة جمعاء. تاني نقطة، احتفال بالعيد الأول لقلب يسوع الأقدس عام 1670. في الواقع كان هناك احتفال مسجل بعيد القلب الأقدس قبل ظهور القديسة مارغريت ماري ألاكوك للقديس جان أوديس. نعم. ألف شعائر، يعني هو تاريخ طويل متواصل من السلسلة. نعم. من الأحداث. نعم. أخذت الزمن زمن طويل، وأخذت هاي المدة، هذا المدة الطويلة من الزمن، يعني نحكي أنه هذا والله من 10 سنين، من 50 سنة، من 100 سنة، هي تاريخ طويل جدا وحافل بتسلسل الأحداث حتى وصلنا أن يكون احتفالا تقليديا شعبويا، يعني بالشوارع صار بالمدن الكبرى وبمدننا العربية، مش بس بباريس وبروما، كمان ببلادنا انتشر، انتشرت في بلادنا، وبلادنا احنا كمان مثبتين بهذا العيد، مثبتين فيه ومنقيم هذا الاحتفال ومنعززه، يعني كمان انه بأهميته انه اكثر بالدول العربية. نعم. عنا حب، واحنا اكثر. نعم. ناس عاطفيين يعني العرب. نعم. طبعا القديس جان أوديس ألف شعائر خاصة وأقام قداس احتفالي قلب يسوع الأقدس واحتفل بالعيد في 31/8/1670. نعم. في رين بفرنسا. نقطة ثالثة، يحتفل بالعيد باليوم 19 بعد عيد العنصرة، يتم. نعم. الاحتفال بعيد القلب الأقدس يوم الجمعة بعد اليوم الثامن من عيد كوريوس كريستي جسد المسيح. نعم. عيد الجسد اللي احتفلنا، عيد الجسد اللي احتفلنا فيه. نعم. قبل فترة، ويحل يوم الخميس بعد عيد التالوت الأقدس، أي يحتفل. نعم. في عيد قلب يسوع الأقدس بعد 19 يوما من عيد العنصرة. نعم. 100%. يعني هذا أنا حبيت أنه أنوه أنه ليش تختاروا هذا التاريخ. هلا بعيد قلب يسوع الأقدس، طبعا هناك قدم يسوع 12 وعدا لأولئك الذين يكرمون قلبه الأقدس. أول إشي، إني أهبهم كل النعم اللازمة لهم في دعوتهم. ثاني إشي، إني أصنع السلام في عائلاتهم. ثالث إشي، إني أعزيهم في أحزانهم وشدائدهم. إني أكون ملجأهم الأمين في حياتهم وخاصة عند مماتهم. خامسا، إني أفيض بركات وافرة على أعمالهم. سادسا، يجد الخطأ في قلبي ينبوع الرحمة الفياض وبحرها الغير محدود. سابعا، إن النفوس الحارة ترتقي سريعا إلى أوج الكمال. ثمانية، إن النفوس الفاترة تحصل على الحرارة. تاسعا، إني أبارك البيوت التي تعرض صورة قلبي الأقدس وتكرمها. وعاشرا، أمنح الكليروس موهبة تليين أقصى القلوب، إنهم يقدروا يعملوا مفعول العبادة أو الإيمان بقلوب الناس، قساة القلوب. 11، من يعمل بهمة على نشر تلك العبادة أكتب اسمه في قلبي ولن يمحى أبدا. و12، إن الذين يتناولون في أول يوم جمعة من الشهر طيلة 9 أشهر متوالية أهبهم نعمة الثبات الأخير، فلا يموتون دون قبول الأسرار الأخيرة. وكثير في رعاية وأبرشيات دول ومجموعات تكرست للقلب الأقدس في عام 1873، فأصدر الرئيس جابرييل غارسيا مورينو التماسا أدى إلى أن تصبح الإكوادور أول دولة تكرس لقلب يسوع الأقدس. نعم صحيح. مثل لبنان تكرسها لمريم العذراء، وفي دول صارت تكرس. نعم. الدولة قلب يسوع الأقوى، حتى القديسين يعني معروف مثلا القديسات لهذا البلد، القديس لا بل في بعض القديسين أخذوا اسم مدنهم، نحكي يوحنا الدمشقي، بنحكي. نعم. فرانسيس الأسيزي من مدينة أسيز، في كثير من القديسين تكرسوا لمدينة. تطلع على بلادنا القديس جورجيوس، 90% من كنائسنا بالأردن وفلسطين على اسم القديس جورجيوس. نعم. طبعا العبادة هذه، مين اللي النعم هذه انذكرت أمام من يسوع المسيح ظهر لها وحكى مع القديسة مارغريت، لأنه في عدة ظهورات كانت ليسوع المسيح. نعم. للقديسة. نعم. مارغريت لاكوك، وحكى لها هذه النعم التي أهبها لمن
يتعبد لقلب يسوع الأقدس. طبعا في ناس ضلها تقعد تشكك ولا ما تشكك ولا كذا، لكن فعلا اللي يعني بيستمر بالعبادة أو بالصلاة المستمرة في نعم كتير يهبها، مش بس هدول ال 12 يعني. أكيد. لكن هدول ال 12 اللي قدرت القديسة مارغريت إنها تتذكرهم. عندي سؤال دائما أنت بتسأليني، هلا أنا بدي أسألك، طب الفحيص لمين مكرس؟ لأي قديس؟ قلب فكرة على أنت حكيت على الفحيص، أنت بتخدم الفحيص وبتعلم بمدينة الفحيص كمان بمدارسها بالمدرسة. بالمدرسة نعم. نعم. وأنت هلا سكان الفحيص كمان. نعم. وراعي كنيسة صفوت، وهلا انت استلمت لشهر بدل كاهن مسافر الزرقاء. نعم. فيعطيك العافية أبونا، وانت معنا هلا كمان بالنورسات يعني. الله يخليك يا يعني برنامجك حافل مدينة الفحيص للي بيعرفها واللي ما بيعرفها، يعني ممكن في تقرير عندنا جميل جدا عملناه للنورسات. انتم تعرفوا انه نورسات مدينة الفحيص مميزة لانها هي فيها أكبر من المدن الأردنية اللي فيها النسبة الأكبر من المسيحيين، يعني معظمها مسيحيين لسه ثابتين في هذه المدينة وبحافظوا عليه بكل ثبات وقوة. فشباب إذا بتعرضوا لنا التقرير اللي عملناه نورسات عن مدينة الفحيص نعطي الناس فكرة عنها. تفضل. الفحيص بلدة أردنية جميلة تتبع محافظة البلقاء، وهي ضاربة الجذور في التاريخ، حيث سكنها الرومان قبل الميلاد واتخذوا من قلعتها حصنا منيعا لهم. اشتق اسمها من الفحص والتمحيص، ولقب أهلها بصبيان الحصان لشجاعتهم وكرمهم. يرتبط ماضيها العريق بحاضرها المجيد المستند على التاريخ والأصالة، ولها سجل حافل بحكايات المجد والخلود والعزة والشموخ. وأكثر ما يجذب الزائر للفحيص سحر المكان والطبيعة الخلابة من بساتين وأشجار وكروم الزيتون والعنب، ومناخها المعتدل لمعظم أيام السنة. وهي تعد في الوقت الحاضر مدينة ريفية واكبت النهضة الحديثة للمملكة الأردنية الهاشمية. تعد التنمية الاقتصادية في الفحيص ركيزة هامة من ركائز المدينة في التخطيط والمشاركة الفاعلة، كما تتمتع ببيئة استثمارية مناسبة لحركة تجارية نشطة، حيث يتوافر فيها العديد من المحلات والمنشآت التجارية، فضلاً عن توافر بنية تحتية وشبكة اتصالات وخدمات مميزة تخدم المدينة، مما يهيئها لتكون بيئة استثمارية جاذبة. هذا ويرتكز الاقتصاد في مدينة الفحيص وبشكل أساس على عدة نشاطات خدمية وتجارية وزراعية، إضافة إلى بعض الصناعات الخفيفة مثل صناعة الشوكولاتة والحلويات والشيبس والعصائر والمشروبات الخفيفة، علاوة على صناعة الإسمنت التي كانت تعد في السابق رافداً اقتصادياً هاماً للأردن بشكل عام وللمجتمع المحلي بشكل خاص. ومن الناحية السياحية تمتاز مدينة الفحيص بطابع تراثي أصيل متجذراً بالهوية والمكان، ومنفتح نحو الثقافات والحضارات العالمية، حيث يوجد في مدينة الفحيص العديد من الأماكن السياحية والتراثية التي تحاكي عبق الماضي وروح الحاضر. ومن هذه الأماكن منطقة الدير التي تعد من الأماكن التاريخية والأثرية الهامة التي سكنها الرومان، وتمتاز بقلعتها وبرجها وكنيستها الشهيرة كنيسة الدير، وهي من الكنائس القديمة في العالم. كما يوجد في مدينة الفحيص منطقة البلد القديمة والتي تمتاز بطابعها التراثي الأصيل
وبعض المباني والكنائس القديمة التي تحاكي التاريخ وأصالة المكان. ويقام في منطقة البلد القديمة سنوياً مهرجان الفحيص، الأردن تاريخ وحضارة. يوجد في بلدة الفحيص متحف كنيسة الروم الأرثوذكس، والذي يشتمل على صور رؤساء الكنيسة منذ عدة عقود، ولباس الكهنة وقرابين وأدوات المناولة والتكريس التي استعملت قديما، إضافة إلى معرض ورواق البلقاء، حيث يقام فيه معارض فنية لمشاهير الفن التشكيلي والكلاسيكي وفن التصوير. ويوجد في مدينة الفحيص مقام للسيد المسيح وتمثال للسيدة العذراء في كنيسة قلب مريم الطاهر البلد، والتي تأسست عام 1932. ويوجد في مدينة الفحيص العديد من الدوائر والمؤسسات، وعلى رأسها دار البلدية التي تعتبر المظلة الواقية لعمل هذه المؤسسات. ويرأس رئيس بلدية الفحيص مجلس المؤسسات بموجب النظام الأساسي. وإذا كان لأهل الفحيص من أمل ورجاء، هو أن تسعى بلديتهم للإعداد لتهيئة البلدة مستقبلاً لإدراجها على لائحة التراث العالمي. جميل التقرير. جميل وشيق. أنا شهادتي بالفحيص مجروحة، فدائما يعني بكتب شعر فيها، ودائما يعني بعشقها الفحيص. نعم. جميل جدا وشامل يعني التقرير، من مش بس الناحية الروحية والتراثية والاقتصادية تطرقت بالتقرير، يعني زي ما بقول شامل كامل. نعم. وفعلا يعني عم تستقطب ناس من يعني من الخارج. بالضبط. لا بل في احد الاشخاص من اصدقائنا بيحكي احنا بنيجي على الفحيص عشان نشم هواء يعني. نعم. خصوصا عدد المطاعم المبالغ فيها انا بعتبره. نعم. يعني عمل لي شويه ارباك للسكان الاصليين يعني. نعم. مزعج شوي، بس من ناحيه ثانيه يعني رافد سياحي ما بنقدر نحكي. نعم. شيء ثاني، لانه في كثير من البيوت القديمه حولوها لمطاعم تراثيه. نعم. بتقدم الاكل التراثي المعروف طبعا. نعم. ميزه البلد الأكل العربي. نعم. المناسف وهالمزات نعم. الدكتور عارفه يعني درست بلبنان أنا. نعم. فبحكي إنه ما في مكان بالأردن بحس حالي أنا في لبنان بجبال لبنان إلا بالفحيص. نعم. يعني عن جد حتى بالأعياد والمناسبات المسيحية يعني ما في منطقة اليوم بالأردن بيعملوا زي الفحيص. يعني بتحس حالك بالأعياد، سواء الفصح أو الميلاد وما بينهما من أعياد، يعني في خصوصية بالفحيص. نعم. يعني بنشوف كل أصدقائنا المسلمين والمسيحية ومن كل هذا بيجوا عند الشجرة لما بتنصب. نعم. بيتصوروا. نعم. بيحتفلوا، بيزاحمونا أكثر منا إحنا يعني. نعم. ما بصحنا من الأزمة دور من ممكن لأنه أبونا زي ما إحنا حكينا في بداية حلقتنا عن مدينة الفحيص، من بداية حديثنا عن الفحيص، إنها فيها النسبة الأكبر يعني 99 تقريبا من سكانها. نعم. مسيحية. نعم. يعني صحيح. في بعض العائلات المسلمة طبعا عشاق الفحيص إجت واستأجرت في البلد وعم ساكنة فيها من حبها للطبيعة، لأنه طبيعتها جدا جميلة الفحيص كمان. قريبة من عمان يعني 15 دقائق، ما في 10 دقائق. نعم. منك بالسابعة. نعم. فيها مدارس كمان قوية. رائعة قوية. نعم. للمدرسة البكالوريا ومدارس عمان الوطنية و... نعم. وفي مدارس الطوائف، مدارس الطوائف الكنيسة اللاتين أرثوذكس والكاثوليك. فمدينة الفحيص يعني مش لأنه أنا شهادتي كمان مجروحة فيها، لأني من الفحيص يعني أصل العائلة، فبعتز في هذه البلدة وبعتز في بلدي وبعتز بالأردن كوطن يعني بضم كل هذه الشرائح. فنحن نسيج واحد في بلد واحد لا تحت راية هاشمية واحدة. منحب بلدنا ومنحب أرضنا، نعتز في شعبها ومنعتز في حكومتها ومنعتز في نظامها وحكمها. وجلالة الملك عبد الله يعني مش مقصر معانا.
نحن المسيحيين في هذا البلد هو اللي حامينا وحامي مقدساتنا وحامي الشعب اللي حامينا كمان. يعني احنا الشعب مع بعض، يعني ما بنعتبر انه نحن منفصلين عن بعض. المسيحي جنب المسلم والمسلم جنب المسيحي، ما عمرنا حسينا بحياتنا يعني من طفولتنا للآن بأي تمييز او بأي أي مثلا عنصرية أو شيء. طبعا انسوا لي الأشخاص اللي بيطلعوا أصوات مشاز وبيعملوا هاي الألاي، يعني هدول قلة إحنا ما بنركز عليهم. إحنا بالمجمل بلد بعيش مع بعض، مش بتعايش، بعيش مع بعض، نسيج واحد، وطن واحد، إحنا أهل الأرض. والتاريخ بشهد، والتاريخ بشهد، لأنه الدولة العربية تكاد تكون الوحيدة بالمنطقة اللي ما حصل فيها منذ تأسيس الدولة حتى يومنا هذا، الحمد لله الدولة الوحيدة اللي لم يحصل فيها أي حرب تعود لأسباب دينية. حتى فلسطين يعني يهودية الدولة والأمور اللي داخلت فيها، يعني مش إسلام مسيحي بنحكي، إحنا بنحكي بشكل عام. حتى اليهود هلأ بتجنوا على المسيحية زي ما بيتجنوا على الإسلام. فعموما البلد النموذج الوحيد، والله يحفظ، وهذا بفضل مثل حضرتك، بثني على كلام حضرتك، وجود الهاشميين في ظلال. نعم نعم أبونا، الله يحمينا وقلب يسوع. إحنا لازم نكرس كمان بلدنا لقلب يسوع الأقدس، وخاصة مدينة الفحيص، إحنا متوجه بنداء لهم يكرس المدينة لقلب يسوع الأقدس. تربنا يعطينا العزاء في الشدائد والصبر على المحن والألم. وأيضا ربنا يوفقنا بحياتنا، يوفق عائلاتنا، بلدنا، يبعد عنا كل شر وكل مصيبة، يعطينا العزاء بكل شدائدنا، لأولادنا، لعائلاتنا، لأهلينا، لبلدنا، للمناطق اللي حوالينا. لأنه لما بتكون منطقة عايشة بأمان وسلام وهيك، طبعا هذا بيعكس كمان المناطق المجاورة طبعا، لانه احنا كمان نتاثر بالام أكيد. الاخرين كمان أكيد. ان كان المناطق المجاورة، ان كان في فلسطين، لبنان، بسوريا، بالعراق، باليمن، باليمن الان، ومشاكل اخرى. ربنا يثبتكم على ايمانكم. عبادة قلب يسوع لمن اراد ان يتعبد لهذه العبادة او هذه الصلاة موجودة على الانترنت، او صلاة خاصة لتعبد لقلب يسوع الأقدس اللي بحب. في ناس كتير كمان مداومين على صلاة أول يوم جمعة، بروح على الكنيسة لأنه صار كنائسنا كلها مفتوحة يوم الجمعة الصباحا، أول جمعة من الشهر لهذه الصلاة وهذه العبادة. أنا بشكر الأشخاص كلهم اللي كانوا معنا على الفيسبوك، على المباشر وعلى التلفزيون، وبتمنى لهم صباحات مباركة وأيام حلوة. بشكركم على كل الكومنتات اللي بعتولنا إياهم، وخاصة من فلسطين فيروز الراشد، نحن بانتظارك إن شاء الله قريبا في الأردن أنت ومجموعتك. فبنتمنى لكم يا ربي زيارة مباركة، منشوفكم إن شاء الله، ومنشارككم بدرس أيضا وكارول العلامات. شكرا على المشاهدة والمتابعة. ومن فلسطين أيضا شكرا على المتابعة، نور عياد، يا رب ارحم الأبي بأبرياء. شكرا يا نور على مداخلاتك، صباحك نور. وإيمان حنا من أستراليا الأحلى، دكتور ربنا يحفظكم جميعا، صباح الخير. شكرا يا إيمان حنا على متابعتك. وسلامات من الناصرة، من مير جورج عواد جمعة، وطواقة للقائك في منتصف الشهر القادم، وحماية الرب وحماية الأردن الحبيب يا رب. وشكرا على دعواتكم، صلواتكم، مشاركتكم ومتابعتكم، نحن لخدمتكم ومحبتكم وتواصلكم معنا هو سبب استمرارنا في هذا البرنامج صباحكم نور اللي بنبثه على التلفزيون نور سات اللومير، وأيضا على صفحتنا فيسبوك نور سات جوردان. أنا وأبونا جورج شرايحة نتمنى لكم دائما أيام حلوة وأسبوع مبارك. وأبونا صلاة أخيرة لننطلق إن شاء الله. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشبكة الروح القدس معكم جميعا، اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله دائما. صباحكم نور وإلى اللقاء. أعجوبة لليلوميير مستمرة فيكم، مستمرة إلكم ولولادكم من بعدكم،
ولولاد ولادكم وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ترنم صلواتي ليل ومير محبة وخير. صلوات تليل ومير محبة وخير.